اهلا بيكم معانا في شقلباز. ضيفنا النهارده في الشقلباز دايما وراه فريق كبير بيقول يا عين يا ليل. بعد شويه تهليل هيبان صوت الجميل، يا اما نلاقي نجم كبير الودن ليه بتميل، يا تلاقي واحد عاوز في الحنجره تعديل. ما هي مهنه زي اي مهنه لازم فيها الدخيل. الحرفة النهاردة حرفة محببة لوجداننا، هي اللي بتشكل وجداننا، هي اللي بتسري على الناس السعادة والهناء والحزن أيضا. أول ما قيل فيها زمان الله يرحمه عم بيرم قال لهم، وده أيام زمان، قال لهم يا أهل المغند مغنى وجعنا دقيق أسكت لله. الجديد بقى المنشور الدوري الفني الجديد بيقول يا أهل المغند مغنى وجعنا ربع دقيقة اسكت لله، خمس دقيقة، تسع دقيقة اسكت لله. كنا بنتكلم عن الطرب، فمصر هي أم الطرب، ما نقدرش ننكر ده. وإن كان حصل في السنوات الأخيرة، وأنا متأكد إن اللي حصل ده، إن الهجمة الغنائية الشرسة اللي موجودة على الساحة هي السبب في خرم الأذون. وقبل ما نقلب المهن وقبل ما نقلب الحرف، نتفرج الأول على أول حاجة من خرم الأذون. إيه؟ ويا ترى الأستاذ أرى مسرحية؟ أرى إيه بس يا أستاذ؟ هو الأستاذ فاضي حتى يهرش؟ لا 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 لا، طب وبعدين؟ ولا قبلين. بصراحة المسرحية الغنائية هايلة جدا. في الواقع أنا مستقصرها. طيب نخش قبله، يمكن أقنعه. تقنع مين يا أستاذ؟ طب لو سمحت بس دخلني وانا متاكد ان انا هقنعه. احنا يا استاذ هنعمل مع بعض مسرح جاد ما اتعملش في العالم. مسرح جاد؟ ايوه جاد. مين بتاع الكورديون بتاعنا؟ مسرح الجاد. انت قاعد على المسرح اظلام تام، عليك اسبوت. اظبط ايه الاسبوت ده؟ مطر يعني؟ اضاءه يا استاذ. انت قاعد في ميتم، ابوك توفى. انت هتموت ابويا يا استاذ. يا استاذ في المسرحية، في المسرحية. ده في مشكلة ثانية. ايه؟ رقاصة. عاوز رقاصة تقف معاه وترقص في ميتم؟ وفيها ايه يا استاذ؟ وفيها ايه جديدة؟ نلبس الرقاصة يا سويت، نعمل الميت حزين. امال ايه؟ خشينا في حته جمله بقى، يعني نقلب عليها كلام. اسمع معايا. ردنا رد المرار من دلي الليلة، ردنا رد المرار لا رب 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 لا تنوير. ايه التنوير يا استاذ؟ التنوير مسؤولية الفنان. يا عمونا احنا هنمثل على المسرح ولا هننور؟ كهربائي يا عمونا. اتكلم خلي، فين بهريج الكلام؟ انا عارف انك مخرج كبير، بتخرج بتعمل سبوت وحاجات. تنوير ايه؟ نور ايه التنوير الفني يا استاذ؟ ممكن ناخد ويج اناناس عربون 100,000. كم؟ سبوبة يا أستاذ. أكل الناس منين؟ موافق ولا مش موافق؟ أكلم الإنتاج. إحنا ما بنشوفش حضرتك في المسرح الغنائي، أنا عايز أعرف حضرتك مقل ليه؟ الواحد لما يبقى ضيف خفيف أحسن ما يبقى كل شوية في بوزك في بوزك. فأنا فعلا مقل، مش عشان المد أبدا وحياة عيالي. وهو حضرتك متجوز؟ لا لسه، ما لقيتش بنت الحلال. انما انا خاطب الموسيقى ومتجوز الفن، واولادي هم الطقطيق الصغيره اللي انا بقولها. وبالنسبه لازمه النصوص، هل في معاناه بالنسبه لها من قبل حضرتك؟ هي ازمه وليها لازمه. ليه ليها لازمه؟ لان عمار
النص بمعنى الورق. الورق هو أهم شيء في حياتنا. قولي ليه؟ لأن إحنا جينا بورقة، اتولدنا بورقة، شهادة الميلاد، طلعنا البطاقة بورقة، بنموت بورقة. الناس متعطشة إنها تسمع موال من مواويلك، فممكن تسمعنا ولو موال بسيط. أنا حقيقي مش زي المطربين اللي يقولك أنا أصلي عندي زوكين، أنا صوتي تعبان، أنا لا، أنا صريح وواضح وأنخع الموال حتى ولو أنا في الحمام. تنخع؟ لأن مواويلي الحمد لله ثبت بالرؤية إنها فعالة فعالة. أنا مرة غنيت موال كان فيها حدود 150 ألف، اللي فضلوا 80 ألف، واقترحت عليهم إن مواويلي ممكن تبقى زي حبوب تحديد النسل، يعني أنخع الموال الناس تحدد نسل كله، يا ينام يا 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 يعني ليها هدف وفعال. الله يخليك. ببتدي بنغمة اللي هي الجرج نهاوند. نهاوند؟ دي حاجات عندنا إحنا. يا رب أروح فين؟ يا رب أروح فين؟ دنيا زحمة وليل داخل، واللي بحبه ده ساكن في عطف من داخل داخل. أنا ما ظلاني دانا، أنا ما ظلاني دانا، وخلى عظمي ده ناحل إلا نفس الحبيب في الباب وأنا. بعد ما شفنا الموقف الدرامي اللي فات واستمتعنا بالطرب الأصيل من الفنان المطرب سيد زيان، بيسعدنا بقى ان احنا ننفذ نظرية الشقلباز مع الفنان المطرب احمد ابراهيم. تسمح لنا؟ طبعا مطرب معروف، لكن احنا هنبدل الاوضاع علشان الشقلباز، وحضرتك هتبقى الفنان سيد زيان. ممكن؟ ممكن. والفنان سيد زيان هيبقى هو المطرب احمد ابراهيم. احنا عايزين نسأل الفنان المطرب احمد ابراهيم، انت واضح ان انت متخصص قوي في الموسيقى و... انا اتحدى واحد يقول فلان ده نجح لازم في حاجة. انما الجدعانة بقى، هل النجاح ده يستمر ولا لحد كده؟ هي دي بقى ايه الزكاوة. انا بتاع مرصح، عشان اخش المرصح لازم افهم المرصح. انا بتاع غنى لازم افهم الغنى. الفنان سيد زين، شفت المشهد اللي فات وشفت المطرب اللي اداه الفنان، بنقول مطرب احمد ابراهيم، معلش عفوا يعني. رايك ايه بقى في المطرب احمد ابراهيم اللي شفته دلوقتي في المشهد الدرامي؟ رايك في ايه الحقيقه يعني؟ ده شيء بشع جدا. وهو طبعا راجل غني عن التعريف، ثقافته عالية جدا يعني تكاد تكون تحت الصفر. ثقافته الموسيقية معدومة تماما. احساسه العام وذوقه العام منعدم. بتهيألي مش مهم كل ده، المهم ان صوته جميل ولا ايه؟ هو صوته، اقول لك على صوته. هو ممكن يبيع حاجة، يبقى بياع. يعني ده ما شاء الله يقف في الحارة كده ويروح نادي يا بلح زغلول ولا عنب زيح، يلم الحارة كلها، يبيع يكسر الدنيا. تقدر تقول لنا موال او ربع موال من اللي قالهم المطرب الكبير احمد ابراهيم دلوقتي اللي شفته في المشهد اللي فات؟ لا الحقيقة انا طبعا انا هو ده لون وانا لون، انا ما اقدرش اجاريه يعني. فانا ممكن اقول موال بشكل تاني. انا هو الراجل بيقول حاجات ليها مضمون قوي ومعنى، احنا ما نوصلش للثقافة الموسيقية العالية دي. انا اتهزأت وليا حق الرب. انا راجل مش بياع جميز، انا راجل فنان وعندي عرب، وانا مستعد اتحداه دلوقتي، عربي وعربه. حلو. هو يقول يا ليل وانا اقول يا ليل، ماشي. الناس اللي قاعدة دي تحكم انهي يا ليل اقرب. ماشي. عشان انا عايز اثبت نفسي، انا مش بياع جميز ولا ببيع جاز، انا راجل فنان وباكل عيش من العمليه دي. اتفضل. واذا خدت اصوات
اكتر فعلا وحسيت ان انت نجحت اديك 90 غين ويوقفوا حالك. الله يخليك. انا بنت التحدي. اقول لك على حاجه اتفضل. للاسف الشديد انت كسبان التحدي من قبل ما يبدا التحدي. لا استنى بس. انت وامثالك. الله الله الله. لانه انتوا لانه قلبتوا الاوضاع وخليتوا الهرم بقى مقلوب. بقى شاء الله باص. بالظبط بقى الهرم مقلوب. تعالى اسمه شاء الله باص. القعده فوق والقمه تحت. ماشي. انا بتكلم واحد بيتكلم في حقه الخميسه. انا اشتغل ازاي خميس وانا عندي 4 نحتات 6 نحتات حق ربنا. ازاي الراجل ده ياخدني يوديني في يقول لي متينيه وسواريه وحاجات ما اعرفهاش وانا عندي فرقه بتاكل الزلط. هو طبعا انت فاتح بيوت كتيره وربنا يعني جعلك من قطعين النصيب يعني الارزاق. بالشكل اللي حضرتك عامله ده انت من غير ما تحس بتضر الدنيا كلها. ازاي؟ في ايه بقى؟ انا قلت يا ليل ضرتك في ايه؟ دلوقتي اي مهنه لازم الواحد بيكون بيفهم فيها ويكون عنده درايه بيها. ما يقدرش واحد بيفك حجلة حنفية يبقى يشتغل سباك. مظبوط مظبوط. انا هكلمه بلغته. صح مظبوط. صح مظبوط. انا مش مظبوط يعني انا اروح اصلح حنفية يعني. هو قال لي مرة قال لي انا دخلت مهنة الغنى ديت بعد اذنك يا استاذ احمد. اتفضل. قال لي انا دخلت مهنة الغنى دي لان دي المهنة الوحيدة اللي لا يمكن يطلب فيها مصوغات تعيين ولا شهادة ميلاد. أيوة. ولا شهادة حسن السلوك والسلوك. وممكن اكون طالع من اي حاجة او من اي ملقب او عندي 13 سابقة وممكن جدا اطلع اغني. فانا باكد النظريه ديت ان ممكن اي حد يغني بالعافيه يعني بالقوه ويقول اي حاجه زي ما انت قلت دلوقتي. انا ما بهاجمكش. انا ما بهاجمكش. انا بهاجم امثالك. طب انا بقول الفن صح. الفن صح. لازم المطرب يبقى صح. يا مشرشحين الغرام هو الغرام جربه فيها ايه دي. من بعد عز الهوى فتح الهوى كباريه. ممكن. من بعد عز الهوى فتح الهوى كباريه يشرب ويرقص يغني برميل نبيت حواليه والمزه والزه حاجات كده برضو من انت بتقولها. خدوا من اقول لك على حاجه. احنا عايزين جمله المطرب احمد ابراهيم موال يقوله ونفس الموال الفنان يا ليل. نبتدي بياليل بس. طيب اتفضل سيد. لا انا اسمع. انا من الصبر هوان. لا اسمعوا. لا انا هخش من الصبر هوان. اخش من الصبر. السميعه استاذ محمد عبواب قال السميعه ماتت. انا حسبت له النهارده ان السميعه موجوده وحيه بترزق بعد ما هو مات. بعد ما انا غني. ادي اول يا بيه. يا ليل يا عين. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عيني. ليل 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 يا عيني. حد كده حلو قوي. مش عارف كام ولا حاجه. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. الله بالعالي بقى. ماشي جاي لك. انا جاي لك. اسمع العالي. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. والنبي اديني كيلو. الله يخليك. الله يخليك. انا عايز اقول لك يا
يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليل يا ليلي يا عيني يا ليل يا عمال بيشقطوا لبعض مواويل اغني انا كمان قول يا بيبي امسكوا في الكراسي برافو دي مسرحيه وغنائيه ما يمني وبعيد انا ناس مسرح كان شايها فيا في روايات بتفيد الناس دي مسرحيه مش أيها فيا في روايات بتفيد الناس سيب بس أنا هاخد كام من غير دوشة وكتر كلام يا ابني ده مسرح فني كبير والفنان دوره التنوير يعني هتدي الفن أكيد هو كمان راح يوم يديك أصل الفن ده حاجة كبيرة والمسرح ده ملوش شريك والمسرح ده ملوش شريك أهي سبوبة لكن محسوبة خلوني أمثل وأطير مين قالك إنها سبوبة ده مسرح وده فن هي سبوبة لكن محسوبة خلوني أمثل وأطير مين قالك إنها سبوبة ده مسرح وده فن كبير دي مسرحية وغنائية لا يمني وبيج أنا ناس مسرح كانت مش أيها فيا فيه روايات بتفيد الناس احلى ليل يا عين عشان ما نخرجش منها نسمعها من فاطمه عيد اذا حضر الماء بطل الديار احلى ليل النهارده شعبنا عاطفي جدا ويا يبكي قوي يا يضحك قوي يعني ما عادش فيه وسط زمان ايام ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم والناس العمالقه كان في الناس السميعه اللي قوي اللي قوي اللي بيحترموا الكلمه بيحترموا الاغنيه بيحترموا اللي بيغني بيحترموا كل حاجه بالنسبه للفن اكيد اللي كلام انا فاطمه عيد انا رصيت الجو اللي انت بتتكلمي عنه ايام ما كانت الغنوة وايام ما كان في سميعه وناس بواقه والكلمه بتطلع من القلب للقلب ما بترجعش والجيل الجميل اللي اعطى الثراء الجميل ده انا قلت الغنوة برسيها قلت لها من بعد ما كنت جميله وعظيمه وشهرتك كامله ايوه من بعد ما كنت عظيمه وجميله وشهرتك كامله فيك المعاني سلاسل ذهب بكل الفنون شامله اتلموا عليك في غفله زمن تجار الزلط والطوب أيوة. باعوكي أيوة. في سوق الكسب الطاعي وبالجمله انا هقول موال على طول حاضر
شو الحال عايد ناداني ورحت منازلهم لقيتهم اتغيروا واتغيرت منازلهم شو الحبايب ناداني ورحت منازلهم لقيتهم اتغيروا واتغيرت منازلهم حتى ما ردوا السلام وانا ضيف منازلهم اعصابي دابت ولا عطش فيا دم حتى السلالم يا عم ما قدرتش انزلهم شنزله خدت الاسانسير الله 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 احنا